بص، خلينا نبتدي المحاضره بتاعت النهارده بالمشكله اللي كانت عند شروق. انا بس هسجلها، كنا اتناقشنا قبل المحاضره، بس انا هسجل الكلام ده عشان ايه الريفيجن لو حبيت ترجعه. شروق عملت الكلام ده على الكاد، فعلى الكاد طلع معاها سيرفس كده وعلى الماكس، ودخلت على 3 دي ماكس جيت رفعته طلع كده، عملته جوه الماكس طلع نفس القصه. فبقول لها انا في حقيقه الامر احنا لسه ما خدناش امر ويل، او الامر اللي هو اللي بيلحم النقط جوه الماكس، فكان الاصح تماما عشان اشوف مين شغال كاد او مين مش شغال كاد ان هو يترسم كاد ثم يجي يخش كاتو دي عندك على الماكس. طب انا المفروض كنت اخد بالي ايه عندي على الكاد؟ ان انا الشغل بتاعي لو هو مش بول لاين فانا اروح اقفله بحاجتين ده جوه الكاد، ان انا اروح يا اما اعمله جوين اللي هي الحمل النقط، او اروح اعمله امر اسمه باوندري عشان احوله بول لاين. ففي الحاله دي الشكل ده هيبقى مقفول. اما اذا كان رسمه على الماكس فده المفروض ان احنا هناخد النهارده التفاصيل بتاعه اللي هو هيبقى عامل ازاي. يعني دي تحية مني للناس اللي اجتهدت في الشغل بتاعها والتجربة اللي هي عملتها، عشان كده هنبتدي بيه. فأنا هاجي هنا كده وأروح جاي هنا بالسناب. خدنا إن في كذا نوع من أنواع السنابس اللي هي 2D و3D و2.5. الثلاثة الأشكال 3D، الاثنين بال2D، 2.5 ما بين 2D و3D. أنتوا موجودين معايا ولا انقطع؟ اه تمام اه طب حد يسيب المايك بس مفتوح، أي حد منكم يسيب مايك. فأنا عندي هنا كده 2.5 ما بين شكل 2D وشكل 3D. فأنا هبتدي 2D. هاخد جريد بوينتس وفيرتكس واروح جاي هنا اهو كده، واروح جاي عامل هنا ريكتانجل، وعينك بتبقى عندك على المربعات وعددها، انت شغاله بالمقاسات، ما كل مربع ليه مقاس. تمام واجي اروح جاي عامل كده عبد الرحمن اهي، مال ده ومال ده هقول لك حالا. وهاجي هنا كده في النص واروح جاي عامل هنا سيركل مثلا من النقطه دي كده للنقطه دي كده. ثم هنبتدي بقى يا عبد الرحمن نشكل ده اللي احنا هناخده في اصل تركيب البلان النهارده، لو حد مش عارف كاد وزي عايز يشتغل عندي جوه حاجه ايديت سبلاين، او جاي حاجه اسمها اتاتش او اتاتش مالتيبل لو انا عايز اخد كله. ايه اللي بتعمله ده؟ اتاتش ده اللي هو الامر اللي بيسمح سماع شرها بعد شويه ان انا اروح اعدل على الكتل كلها. ثم هتلاقي في عندك هنا اس بي لاين، الكلام ده هنشرحه حرفيا بالملي دلوقتي. فهبتدي ان انا اروح اشيل الزوايد اهي اللي هم دول كده اهو كده كده. يوم الشكل اللي اتفضل عندي ان انا اجي امسك البوينتس دي كده كلها، اقفل السناب اللي انا مش محتاجها، هكنترول ايه النقط كلها، ثم هاجي اقول له لو سمحت اعمل لي ويلد اللي هي الحمل النقط. زيتونه صغيره ودي برضه هنشرحها بعد شويه، احنا خدنا اربع انواع من انواع النقط المره اللي فاتت صح؟ أربع أنواع من إيه؟ من انواع النقط أه كورنر سموث بيزير بيزير كورنر. أه لما تيجي تلاقي النقط الخضراء دي ما تعتبرش نقطه، ده دراع او الهاندل اللي بتعمل الكيرف في النقط، انا مش محتاجه. فدايما الحاجه اللي انت مش محتاجها ترجعها لاصلها عشان ما تزنقكش بعد كده تيجي تعمل فالت، تيجي تعمل اي عمليه من اللي احنا هناخدهم تعمل لك مشكله. فاللي انت مش محتاجه حوله، رايت كليك عليها وخليه كورنر كورنر خلاص ماشي. ثم احنا لو سبناها هيحصل حاجه يعني؟ اه طبعا لو حضرتك جيتي عملتي فالت وفي نقطتين دخلوا على بعض عمرها ما هيتعمل فالت، هتعمل لك مشكله زي ما هيحصل معانا بعد شويه. طيب حاجه امسك النقطه دي كده ورايت كليك عليها واخليها هنا كورنر بوينت، يروح طالع عندك مين؟ الله ده شكل كيرف اه خلاص. فانا كده عندي ايه، رحت عملت الشكل ده ماشي. في عندي ايه تاني؟ في عندي هنا مثلا الشكل ده كده المفروض ما هوش سموث، ترجعي في ساعتها للريكتانجل. لو حد فاكر احنا خدنا في المحاضره اللي فاتت في وظيفه اسمها كيرف ستابس، لو حد فاكرها ولا حدش فاكر؟ حد يرد عليا؟ لا أي مش خدنا اللاين المره اللي فاتت؟ اه خدناها اه كيرف ستابس نعومه الاشكال ال 2 دي، يا اما احط انا رقم وهو كبير 100، يا اما اروح اقول له ادابت ادابت يعني روح خليها لي اوتو سموث على حسب الكيرف اللي عندك. اه طيب بعد ما انت خلصت دي لو انت رحت عملت هنا اكسترود اهي عملت اكسترود كده الشكل هيطلع عندك مجسم 3 دي. شو حتى الشفه لو عايزه تاخديها تمام، انا هاجي هنا كده سيجمنتس واروح جاي واخد نسخه من اللي جوه اللي هو ده، وهاجي هنا شيفت واروح لك، ثم اروح جاي عامل هنا حاجه اسمها ديتاتش يعني افصلي عن الاصل، يعني هاجي هنا اس بي لاين واروح واخد الكتله واروح جاي عامل هنا اهو ديتاتش عكس النقطه، او افصل النقطه عن اللي موجود اهو عشان يبقى مسموح ليا ان اروح اعدل عليها لوحدها. اجي هنا كده موديفاي واروح جاي عامل هنا سبي لاين واروح جاي عامل هنا اوت لاين كان انا بعمل اوفست بالظبط كده جوه الكاد اهو، واروح جاي عاملها هنا كده ايه اكسترود وادي لها لون مختلف.
يبقى انا رحت عملت هنا الشكل، ورحت انا رايح اعمل هنا السناب اهي، واروح جاي واخد صاحبتنا دي كده واروح مركبها صح عندي على السناب بتاعي، واروح جاي مزود التكنس او الالكترود ده يديني الشفه بتاعتي. هتشايف حاجه؟ ايوه اللي احنا نعمله ده اللي انا قلته ده اكيد مش شرح، ان احنا ما خدناش ولا حاجه، ده اللي هو المحاضره بتاعت النهارده، ده غير تفاصيل كتير قوي احنا وصلت؟ دي تحيه مني بس للناس اللي اجتهدت واشتغلت ووريت الشغل. وكده كده انا هعمله تاني. تمام. تمام يا شروق؟ تمام يا دكتور، شكرا. طيب لا مين تاني يا جماعه عنده مشكله؟ لو ما حدش عنده مشكله يعني اكمل. طيب كمل يا دكتور. اوكي طيب ماشي نكمل. بص بقى احنا لحد اخر ما احنا جينا خدنا، احنا خدنا اللي هي البوكس، سوري خدنا اللي هي 2 دي. دكتور انا عندي مشكله بس في البلان، يعني زي ما حضرتك كنت بتعمل لما حطيت الحل الاول اللي احنا قلت هنستخدمه، يعني لما برسم مثلا بوكس وعايزه افرغه مش بيتفرغ معايا، يعني لو هو وهو بحط 2 جواه بوكس تاني. وهو 2 دي، لا يعني انت هو كان 2 دي 3D. وحولتيها 3 دي ولا؟ اي هو لا انا يعني لما البيت الاحمر لما كنت عايزه افتح شبابيك منه، فحتى كنت سايبه مسافه من الناحيه اللي قدام واللي ورا، مش انا بطلع البوكس اللي قدام ورا، ايوه فلما يعني بص باجي انت بعمله لو في الفوليا. لو انت عايزه تعملي ده، انت بمنتهى البساطه لو حضرتك جيتي هنا، جيت احنا ما كناش لسه خدنا 2 دي، فانا عندك هنا ده جنب حيطه اهو اللي هو الجنب ده، واجي هنا كده وانت بترسمي يا بيان، خلي بالك عندك هنا من التوب، بص انت عندك المنظر عامل ازاي والشباك لا قطع فيه، رد انا دي نفعت معايا، بس لو رسمته بوكس كامل وده بوكس. يعني انت بتتكلمي على بوكس، بوكس بالكامل تفرغي منه؟ ايوه لا مش هينفع طبعا، لان البوكس ده سوليد من جوه، خدت بالك؟ فاحنا ما بنعملوش كده خالص، احنا هنرسم جوانب حيطه حيطه شبابيك، وبعد كده اكررها لو الحوائط فوتوشوب، ايوه خدت بالك؟ لكن ما ترسميش بوكس كله كامل على بعض، ما ينفعش. تمام لا لا. ايه تاني؟ دكتور، هو دكتور روح دكتور. انا عندي مشكله في الفيلا اللي احنا رسمناها دي، او اللي هي دي، ازاي الحوائط الملونه دي تتعمل؟ يعني انا عملتها بس هي طالعه شكلها مش اللي هي دي ظريف يعني. قصدك الشرشره دي؟ بص هو ايوه اولا، بص اولا الشرشره دي انا قلت له ما حدش يعملها في المحاضره، يعني ما يعملهاش في الواجب، ان دي هتقلي على الفايل. وجيت قلت لهم بتتعمل ازاي؟ اللي انت عندك مثلا من ضمن حلولها، خدت بالك اللي بتكلم في سيجمنت كتير، انا هعمل اوبجكت وادير هنا زاويه ميل، وهاجي هنا كده بامر مو، واروح جاي ساحب دي كده، وراح جاي هنا مريانة، راح جاي مكررة. انا عملت نفس الطريقة، بس هي عند التوفتين او الحتين اللي هم هيجوا على زاوية، يعني في فاصل ما بينهم، مش يعني الزاوية دي مش متلاحمين مع بعض. تمام. يعني لو عملوا زاوية عمودية على بعض مش هتنفع مش تعمل واخدين. ده، لا مش هتنفع، ده انا بكلمه ان هو ده جزء من الحيطه اللي هي عامله زي الشمسيه، او عامله ده من ضمن الافكار يعني، خدت بالك؟ لكن لو دي لو انت هتعمليها، فاحنا هنعملها بالماتيريال، هديله اللي هو البارز والغائر عشان اوفر معايا قيمه ايه، حجم الكتله الثقيله بس مش اكتر يعني. تمام. لكن انت عارفه دي، انت عملتي دي؟ انا عملت بالطريقة دي، اوكي. بس هي جيت عند الزوايا دي ما عرفتش لا مش ألحمهم مع هتركب، بعض، مش فباين هتركب من هي اللوجيك، مش هتركب طبعا. تمام ماشي دي. ايه تاني؟ شكرا. لا دكتور، هو احنا الشبابيك دي ما فيهاش حل غير ان احنا نعملها واحد يعني، واحده واحده واحده، ولا زي ما احنا ما ينفعش؟ عملنا كوبي وبعد كده كوبي واختاره. اصل انا عملت كل واحده لوحدها. لا مش كل واحده لوحدها، ما ينفعش كل واحده لوحدها، ان الكلام ده هيتعبك قوي يا عبد الرحمن. لكن انت بتعمل ما انا واحده زي ما قصدي احنا كده، خدناها مفيش كده حل، لان انا اهي، انت بتعمل واحده كده. انت بتتكلم على 2 دي اللي احنا لسه هناخده؟ لا في لا احسن لا، واحد على اصلا كده اللي على هي 3 دي، الفيلا اللي هي الاحمر. على الحمراء دي كده، انت بتعمل واحده، وهاجي هنا كوبي يا بيان اهي. تمام، ايوه ثم ابتدي ان انا اجي اكبر اللي هي الحيطه شويه اهي. نقطة، يعني لازم تبقى طالعة من الطرفين ولا ممكن بس ناحية واحدة؟ ممكن من ناحيه واحده وتكون على الايدج بالظبط بالسناب كده، او انت تكوني شغاله على زيرو زيرو، زير، عشان لما تيجي تاخديها كده وتيجي تعملي هنا كومباوند بروبوليان، الموضوع يبقى سهل كده اهي، بيك، وابتدي ان انا اخد اشكال كده عبد الرحمن.
طب مش واخر عارفة أعمل واحد كده، بس هتاخد مش الكابل، ما بيبقوش راضين يفتحوا يعني. يبقى انت تيجي مسكتي خطوه غلط او في خطوه غلط عنك. يعني راجع الخطوات تاني، ممكن او لو في تكون مش مشكله عارف. ما طبعا راجعيها، ولو في حاجه قولي واحنا نعملها تاني سوا، ما يهمكيش يعني. ماشي خلاص انا جيت هنا خليت التخانه زيرو، وهاجي بعد كده اقول له هنا، قال له انتر يا عبد الرحمن، اشيل الجوينز. انا خدناها حتى يمكن ما تسجلها في الفيديو نفس السيكونس يعني، خليها دي كده هنا اثنين اهي، واجي هنا ادي بوكس، واجي ازود له هنا سيجمنتس اهي، ثم اجي هنا رايت كليك، واجي اقول له هنا كلون، واجي اقول له هنا كوبي، والغي امر لاتس وغير اللون. بمجرد ما انت عملت الكلام ده خلاص انت تقدر ان انت تروح تعملها سيلكت، يعني اجي هنا اعملها هنا سيلكت كده على الجزئيه كله دي بقى. كده، واروح جاي قايل له هنا جروب، خدت بالك؟ ثم ابتدي ان انا اكوبي ده، اجي هنا شغل بالسناب، السناب. هاخد السناب واروح جاي واخد منها ميد بوينت، واجي اقول له هنا شيفت، واعمل لها هنا لوك شيفت، واروح واخد دي كده، تمام اقول له لو سمحت اعمل لي منها كذا نسخه على حسب العدد اللي موجود، تمام لكن ما تروحش تعملها واحده واحده. لا دي انت ما اسهل. تروحش، ما تروحش طبعا، ان شاء الله ما تعملها هتاخد فيها كام. وصلت؟ تمام. الجزئيه بقى بتاعت النهارده انا مش محتاج فيها اللي يحب ان هو يركز معايا عبد الرحمن، اللي هي ايه؟ هنعيدها مره واثنين وثلاثه و10، انا مش محتاج غير ودنك وعينك معايا، حاجه في منتهى الاهميه. الستبس لو حد حابب يكتب هنعيدها بقى في المره ال 15 مثلا، ويقول لي ده انا هكتب تنبهني عشان اتكلم بره. تمام. طيب البلان اللي احنا جبناه المره اللي فاتت من الكاد خلاص، طب انا ما اعرفش كاد وعايز اشتغل على الماكس، طب هل ليها حل؟ طبعا احنا اتفقنا المره اللي فاتت الاشكال اللي احنا جبناها بعد ما خدناهم كوسائل مساعده، لو حد فاكر في ريكتانجل في كذا في كذا، انت ممكن تيجي ترسمي هنا كده، سواء كان سيكشن سواء كان بلان صغير سواء اي مكان، طبعا الرسم على الكاد احسن كتير قوي وادق، بس ممكن احيانا ما يكونش حد عارف كده. ده مثلا زي ده كده، دي عباره عن مجموعه اوبجكتس شايفهم؟ كان في احنا خدنا المره اللي فاتت اللاين، طب وبعد ما انا جيت خدت اللاين، جيت قلت لكم المره اللي فاتت لو انا حبيت اعدل عليه، جيت دخلت هنا على اللاين هتلاقي في عندك السهم الصغير ده اللي انت غيرته من انواع النقط، وفي عندك فيرتكس ممكن امسك النقطه واغير الكيرف بتاعها ماشي، في عندك السيجمنت اللي هي اللي واصله ما بين النقط برضك ماشي، كل الكلام ده ما فيهوش مشكله. طب افرض انت عايز تعمل الكلام ده يا عبد الرحمن عندك على الاوبجكت الثانيه اللي هي دي، هعمل ايه؟ تعال نمسك دورك كده ونخلي لونهم ابيض عشان رؤيه بس. ايه المنطق اللي انا هعمله انا حبيت اعدل على الاوبجكت؟ همسك الاوبجكت واجي اخش هنا على موديفاي، اجي ابص هنا على ايد سبلاين مش هلاقي. طب انا هعمل ايه؟ هتيجي هنا كده من موديفاي موديفاي ليست، حاجه اقول له هنا ايديت سبلاين، معنى كده ان الاشكال كلها يطلب لها امر ايديت سبلاين للتعديل، اي اوبجكت تاني غير يعني اللاين هو الامر اللي مش محتاج امر تعديل خالص باي ديفولت اصلا الكلام ده، اي كده اوبجكت عاملين تاني سبليت على كلهم. لا لا هو واحد بس يعني، معنى ايوه كده. طب انا هقول قاعده بس في الاول عشان دي مهمه الاول عشان ما حدش يتلخبط دلوقتي، انت عندك لما كنت انت تيجي تشتغل هنا لاين وحبيت اعدل فيه، ما هو مجرد لاين، اخش على موديفاي الاقي ادي اللاين وادي فيرتكس وسيجمنت اس بي لاين وعدل براحتي. او عدل براحتك. لو انت رحت رسمت يا عبد الرحمن اي حاجه تانيه غير اللاين وليكن ريكتانجل اهو، جيت دخلت على موديفاي مش هتلاقي حاجه، فانت مجبر ان تمام انت تيجي من موديفاي تقول له هنا ايديت سبلاين. يبقى كده نرجع تاني لنفس المقوله بتاعتنا، ان اي اوبجكت تاني غير اللاين لازم اجيب له ايديت سبلاين. ملحوظه مهمه، محدش يروح يطلب لللاين ايديت سبلاين. طيب حاجه كده هرسم مجموعه اشكال زي ما انا كنت عاملها من شويه خلاص. طيب ثم انا عايز ابتدي يا جماعه اروح اعدل في الكلام ده واشيل الزوايد اللي في النص، ايه امر التعديل اللي احنا لسه واخدينه حالا؟ ادت سبلاين. ايديت سبلاين. طب انا اعمل ايه؟ حاجه امسك اوبجكت واجي هنا كده الموديفاي واقول له هنا ادت اس بي لاين، هو حد يتبرع بمقوله ايه؟ امسك كله وادت سبلاين، ما ينفعش لازم تمسك واحد فقط، دي الرولز بتاعت الماكس. تعالى حضرتك كده بعد ما تمسك واحد، هو التعديل كده يا عبد الرحمن هيتم على مين؟ على البوكس اللي هو الكبير، على الريكتانجل مش البوكس. انتوا سكتوا ليه؟
ايوه معاك. طيب ده على ريكتانجل. طب التاريخ انا عايز بقى بقيه حدهم الاوبجكت كلهم. نعم انا عايز اخد بقى بقيه اخواته دول كلهم. هتلاقي في عندك هنا امر اسمه اتاتش، واروح واخد بقيه الاوبجكت، يبقى كده كلهم امر التعديل بتاعهم بقى ايه؟ سبلاي. ما حدش يفتكر ان انت ممكن تعملي سيلكت من بره ثم تعملي سيلكت اول عليهم ثم تجيبي ايد سبلاين، ده غير صحيح. انا بمسك اوبجكت واحد واطلب لي ايد سبلاين ثم انادي على بقيه اخواتي سواء بقى اتاتش او كده اتاتش مالتي. جمعهم كلهم، ما ينفعش نعدل على كل واحدة لوحدها. ما ينفعش، لازم تمسكي واحد ثم تعملي اتاتش لده. طب انت عايزه تعملي ايه يا بيان بعد كده؟ عايزه اشيل الزوايد، حاجه اخش على ايد سبلاين ثم اجي هنا اروح اعمله هنا بوليون. هتشوفها في تريم وفي عندي اكستند وفي عندي بوليان وجمع وطرح وانترسكشن، يعني ممكن امسك واحد واجي بوليان واروح جاي واخد الثاني اخد الثالث اخد الرابع ثم اجي هنا اديله هنا اوت لاين، ممكن هنا بالقيمه اللي هي 25 سم اكتبها بايديا او حتى بايديا كده عبد الرحمن مانيوال، رحت ان انا اروح اديله الاوت لاين. طب معلش تمام. انا عايز اروح اعمل هنا فيلت، ممكن قبل ما اعمل الاوفست؟ طبعا ممكن قبل او بعد، يعني ممكن وهو كده ممكن اجي هنا فيرتكس وامسك البوينتس اللي انا عايزها. مش حد شايف النقط دي كده؟ ايوه مش دي المفروض انت تمسك كل ده واجي هنا لا كده يا بيان رايت كليك اقول له كورنر عشان مشاكل، ثم ايوه امسك البوينتس اللي انا عايزها واجي اقول له لو سمحت روح اعمل لي هنا فيلت بقيمه كذا او حتى بايديك. يعني بص كده. طب عايز اعمل شامفر، ممكن امسك دي كده واجي ادي هنا شامفر برضك بالقيمه او حتى بايديا مانيوال. خلصتي، روح اعملي هنا اوفست، هاجي هنا اس بي لاينز واجي هنا اوت لاين واروح جاي هنا مديلها الاوفست او الدبل لاين. خلصت انت الكلام ده، انت مسموح لك انك تروح تعملي هنا اكسترود اهي، يعني حولي شكل 3 دي يعني وارفع الشكوتله بتاعتك، هتطلع عندك مقفوله يا شروق خالص اهي، ما هياش سيرفس. طب ثم هنحتاج ان احنا ناخد اوت لاين، يعني هاجي هنا اس بي لاين واروح جاي كده شيفت واروح طالع بيها نسخه. طب ثم هبتدي ان انا هروح اجيب الاكسترود بتاعتي اللي موجوده. نفصلها مع انها. ليه؟ لان هما الاثنين ليهم نفس الاكسترود، لما باجي اعدل واحد في الثاني بيتعدل. لا، انت هتمسك هنا اس بي لاين اللي بتاعت الكتله شيب اللي هو ده، واجي اقول لو سمحت روح اعمل لي ديتاتش اللي هي عكس اتاتش، روح افصل لي دي عن اخواتها يعني. طب بعد ما انت فصلتهم ايه اللي هيحصل؟ همسك دي كده ثم هاجي اقول له هنا لو سمحت روح اعمل هنا اكسترود اهي، والثيكنس او الدخانه اهي، واجي هنا كده بالسناب وراح جاي واخد دي كده من هنا رايت كليك واجي اقول له هنا فيرتكس وراح جاي ماسك دي كده اهي اروح جاي اعمل ثم انزل بيها اي في السناب واروح انزل دي كده اللي هي قيمه الذروه، او حتى احطها في الارض واعمل فاصل بتاعت ادوار واعمل لها اري عشان اكرر. وصلت؟ ايوه الاول اللي احنا عملناه من شويه ده، احنا عايزين نمشي واحده واحده. ريكتانجل 2 دي. هبتدي ان انا اعمل اكتر من سكشن او اكتر من شكل 2 دي او اكتر من شيب. خلاص؟ طبعا الكلام ده بيتعمل مقاسات على الجريد بوينتس اللي هي في الارض. طيب جيت انت بعد ما انت جيت عملتهم كده، ايه المطلوب او ايه المفروض ان انا اعمله؟ واحده واحده. نعمل لهم اتاش. ما انا مش عارف اروح فين. موديفايز ايديت سبلاي. ايوه بس ايه السبلاين الدنيا فاضيه. على اي واحد همسك واحد سلكت واحد اي واحد وحضرتك تيجي كده من موديفاي وتعمل هنا ايديت سبلاين كده. بقى ايديت سبلاين هيطبق على مين بس؟ على الريكتانجل ده صح؟ ايوه. لا قول له لو سمحت امر لو سمحت هنا اهو. ده امر لو سمحت لو اتاتش، يعني انت بتستاذنه ان الامر ايديت سبلاين هيطبق كمان على الاشكال الثانيه. وبدل ما توجع صباعك وتختار واحد واحد هتيجي تقول له اتاتش مالتيبل اهي، وتيجي تختار كل الاوبجكتس اللي جوه. همسك دي شيفت واخد الباقي. يبقى انت كده استاذنته ان هو يطبق الامر بتاع اي سبلاين على كله. ثم تريم ولا في حاجه تانية قبليها؟ في بوليان. الحاجه يا جماعه دي مطفيه. ما انت خدي بالك اختيارك هنا من بوينت سبلاين. اختيارك لفيرتكس هينور اوامر، اختيارك لسيجمنتس نفس القصه، اختيارك لسبلاين هينور لك اوامر ثانيه. فانا هاجي امسك اي اوبجكت واجي اقول له هنا بوليان واختار. ايه ده؟ ده مش راضي يا جماعه. وده وارد وبيحصل اهي. هتشايف؟
احيانا نشتغل واحيانا لا. طب اعمل ايه؟ هتلاقي في عندك هنا تريم، تريم ده بيشيل لي الزوايد، بس هو هنا في مشكله ان امر تريم لما بيجي يقطع الزوايد دي هو ما بيلحمش نقط، امر بوليان بيلحم النقط. امر تريم انت اوتوماتيك من نفسك تيجي تاخدي هنا فيرتكس، اروح جاي ماسك البوينت دي كده واجي اقول لو سمحت اعملي هنا ويلد، ويلد دي اللي هي امر جوينج والكات بيلحم لي النقط. خلي بالكم انت من هنا وطالع مشكلكم، من هنا وطالع مشكلكم اللي هو امر ويلد، فانت لازم تعملي طب ويلد. لو استخدمنا البوليان ونفعت محتاجين نعمل لها لا ويلد؟ البوليان مش محتاج ويلد. ايوه طيب انت عندك ممكن تاني، ممكن تاني ويلد يا معلش النقط اللي انت مسكتيها دي كده تمام، بعد ما انا رحت عملت ترم، فانت هتيجي حضرتك تدوس على كلمه ويلد، ويلد ده بيعمل لي حامل النقط او التقاطعات اللي كانت موجوده وانا شلتها. طيب في عندك هنا بقى النقط الخضراء دي، احنا اتفقنا طالما نقطه كورنر بوينت وحضرتك بتيجي هنا رايت كليك عليها وتحوليها هنا كورنر. طيب هشتغل ازاي بعد كده؟ اوتلاين، نحط لها اوتلاين. مش هتعملي فيلد او تشامفر او حاجه؟ ممكن بوينتس اهي، واروح اديلها هنا فالت. يا نهار ابيض، وايه اللي حصل ده؟ ده لما بتيجي تعملي هنا فالت الشكل ما بيبقاش كيرف ناعم، كنت بعمل ايه؟ اوتوماتيك وانس ان حضرتك جيت شفتي ان في حاجه خطا عندك ما تستنيش لحد بعد شويه بعملها، لا مش هيحصل. حضرتك تيجي على اصل الريكتانجل تاني وتيجي عند عنوان اسمه انتربليشن وتيجي تدوس على دكتور ممكن بالراحه عشان عايز اسجل يعني النقطه دي. اعمل ايه؟ يعني بالراحه عشان عايز اسجل ازاي بنعملها سموز الكيرف. طيب بص انا كده كده هعيد تاني بس هقولها تاني. يعني بص انت عندك لقيت ان الشكل بعد ما عملتي فلت ان هو ما هوش سموز. طب انا بعمل ايه يا بيان؟ انت موجوده على ايه سبلاين؟ هتيجي تضغطي على مين؟ على الريكتانجل او السيركل او اي شيء من شيبس 2 دي. ثم هتلاقي في عندك هنا عنوان اسمه ايه بيان مقفول؟ انتربليشن. من جواها هتلاقي مين؟ ستبس اخرها 100، ممكن احدد انا بنفس القيمه او اقول له ادابتف يعني خليها لي اوتو سموث. ادابتف يعني ما بنغيرش في القيمه اللي فوق؟ عايز اتغير في القيمه اللي فوق بس انت التخوف منها انك تزودي سيجمنتس او تزودي ستبس انت مش محتاجاها، معنى اوتو سموث ان يعملك اوتو سموث او نعومه تلقائيه من نفسك. على الكورنر. طب دكتور انا الرقم ده بختاره بناء على ايه؟ على النعومه اللي انت عايز تشوفها. ممكن اخليه 6 7 8، بص بقت ناعمه مش محتاج ازود. في ناس غصب عنها تخليها 100 فهي تبقى دي فيها مشكله، فانت عندك الادابتف بتلغي لك كده. طيب ثم نرجع للفيرتكس نعمل في اوتلاين. هي عملت فيرتكس، اعمل ايه بعد كده؟ تحت في اوتلاين ولا مش دي؟ ما في تشامفر لو عايز. مش عايز تشامفر، في عندك اوتلاين. بس اوتلاين هتلاقي عندك هنا مقفوله ليه؟ ان لازم حضرتك تيجي تاخدي هنا اس بي لاين. في الاس بي لاين. ايوه. اجي هنا اوتلاين واجي اكتب له هنا القيمه. طب ليه كانت مقفوله في الفيرتكس؟ عشان هي المفروض لا تطبق الا في الاس بي لاين بس، ان انت عايز تعملي اوتلاين للاس بي لاين مش النقط. ايوه. طيب ثم عملت اوتلاين. ثم اكسترا. اكسترود. اكسترود ايوه. وارفع الكتله بتاعتي. ايوه. السيجمنت خليها زي ما هي. واجي هنا الاماونت انا غير رفع دي كده. طب وبعدين؟ اللي فاكر خطوه انتوا سايبين بقى اللي بنعمل كوبي. كوبي من بقى من اللي جوه. فانا هاجي هنا على الاي لاين واروح ماسك نسخه اللي جوه واجي ادوس هنا شيفت واروح ساحبها كده. عشان اجي عشان اجي افصل نعمل لها ديتاتش. هعملها ديتاتش جوه. ديتاتش اهي وافصل دي عندي. ثم اعمل الثاني اكسترود لوحدها. طيب بعد ما انا جيت فصلت ده خلاص انا هروح اعمله هنا اكسترود اهي واخلي الثيكنس بتاعها قد كذا اهي، ثم اجي هنا بالسناب واروح جاي عامل دي كده اهي، اخدها بالسناب هتشوفها؟ نعم.
وبعد كده ابتدي ان انا اطفي السناب وابتدي ان انا اخد قيمه الذروه او المساحه في السطوح او الارضيه ثم الفاصل. شفت طالع بيها كده كذا نسخه. دكتور انا بعمل واحده تحت واحده فوق. لا انت بتعمل ادوار كمان، افرض العماره بتاعتك كذا دور، ما ده ده الارضيه على حسب ما انت عايز. تمام دي كده يا جماعه وصلت في مشكله عند حد؟ لا تمام كويس. طب بقيت الناس ساكته تمام. يعني فين سلمى وفين ساره ورجاء فين؟ تمام عايزين نكتب بقى كله تمام كله تمام. طب فين ميرنا؟ ميرنا وساره حازم فين؟ انا موجوده. طب الدنيا بيس ماشيه ولا فيها مشكله؟ اه تمام تمام. مفيش ولا خطوه؟ ممكن بقى حضرتك تقولها واحده واحده بالراحه شويه عشان نكتب الخطوات. طب بس اهم من الخطوات الدنيا فهما فيها مشكله؟ عشان في تدبيسه وحشه النهارده. لا هيبقى في امتحان وعليه درجه 9 محاضرات. تمام ان شاء الله. طيب فين سلمى؟ ايوه. طب مالين الخطوات يا سلمى واحده واحده. انا ما اعرفش ماكس يا سلمى. هرسم ريكتانجلز. يعني تعاملي معايا ان انا ما اعرفش ماكس. انا هاجي هنا كده واكبر التوب ومن عندي انا مني ليك يا سلمى عشان ما تتزنقيش. ادي مجموعه اوبجكتس اهي. وخلي بالك انا هقول حاجه ثانيه يا سلمى، ان الرسم الاصح تماما هو رسم الكاد ال2D الاصح على الاطلاق. جبتي فارما انت انتيرير، فانت هتروح ترفعي مقاسات ثم هتروح تعملي السكاشن او البلانات بتاعتك عندك على الكاد بمقاسات ودايمنشنز. طب احنا بنتكلم ليه كده؟ بتكلم على اساس ان في واحد ما عرفش كاد، ما ينفعش يرسم على الماكس، لا ينفع ونص. بس انا بتكلم على الاصح. يعني الاصح ان انا اشتغل كاد 2 دي ثم هدخل على 3 دي ماكس وارفع وش. يلا سلمى واحده واحده. بعدين موديفاي. امسك كده موديفاي. ما فيهاش حاجه. اديت اس بي لاين. لا ما انا همسك ريكتانجل. واحد. خدت بالك؟ يعني مش هروح امسك كل، اوعى حد يروح يعمل سيلكت على الكل. فانا همسك اي اوبجكت من دول، اي واحد، اي مكان في الاول او في الاخر. واجي هنا كده من موديفاي واقول له هنا ايه؟ اديت اس بي لاين. تمام ثم بعدين هعمل اتاتش مالتيبل. اه بس خدي بالك لو انت تبقى عايزه تمسكي، عارفه انت ممكن تتزنقي في ده في ايه يا سلمى؟ ايه؟ لما تكون انت عندك اوبجكت ثانيه انت مش عايزه تعملي اتاتش، عندك سكاشن، عندك بلانات، وخايفه تلقطي حاجه انت مش عايزاها. فانا هاجي اقول له هنا اتاتش مالتيبل عشان هم دول لوحدهم. تمام كده امر السماحيه ان الاوبجكت دي كلها بتطبق على مين؟ على نفس يعني مع بعضهم. عايزه تكملي تمام معايا كملي، عايزه تدبسي حد من زمايلنا قولي يعني مش مشكله. يعني لو عايزه تدبسي مثلا وليكن مريان مثلا ولا حد او ميرنا، كلهم حبايبنا كلهم بلا استثناء. لا خلاص مش مشكله. مش عايزه تدبسي حد؟ لا. اوكي كملي يلا. وبعدين بعد بونص درجتين على فكره. يلا. بعد اتاتش هعمل بولين. طيب عايز استاذنك في حاجه بقى، مش عايزك تاخديها ستيبس حفظا، انا عايز احتياجك للامر هو اللي يديلك انت تاخدي ايه. يعني انت مثلا حاجه لوجيك دلوقتي، انت رحت وديتني امر السماحيه ان هو يطبق على كل، طب شكرا انت عايز ايه بقى؟ انت كديزاينر في الوقت الحالي انت عايز تشيل الفوارغ. تشيل الفوارغ يعني انت تقصها. ايه امر القص اللي عندي هنا اهو؟ لو جيتي بصيتي هتتوجهي على بولين وعندك هنا ادي تريم. خلاص؟ يعني انت توجهتي بناء على احتياجك. هتروح انت جاي هنا اهو، طب هم مطفيين، هم عملوا ايه بقى؟ سلكت اس بي لاين. اه الفيرتكس خلوا لها الاوامر اللي تخصها. الاس بي لاين نفس القصه، السيجمنت نفس القصه. فانا هاجي هنا على الاس بي لاين واقول له لو سمحت روح اعمل لي بوليان اهي. همسك الاوبجكت وهاجي ادوس هنا على بوليان اهي وادوس وان كليك على التاني. ما نفعتش معاكي خلي بالك بوليان بيلحم من نفس النقط. ما نفعتش عندك هنا ترم وابتدي ان انا اروح اقصقص واشيل الزوايا. بعدين هعمل ويلد. جدع برافو عليك. اه ايه هو ويلد ده؟ ويلد ده اللي هو لحام من النقط اللي هو ايكوال كده بيساوي امر جوين جوه الكاب. معايا؟ طيب بس انا لو عملت بوليان مش هعمل ويلد صح؟ اه بالظبط. فانا عندي هنا ادي فيرتكس واروح جاي هنا اهو كده واقول له هنا ويلد. بصوا كده شكل الاكسس عامله ازاي؟ طيب ملحوظه في الحته دي عندك يا سلمى ان انت محتاجه تمسكي البوينت دي كده وتكليك يمين عليها وخليها هنا كورنر بوينت. طيب ثم لو عايزه بقى اعمل فيلت، لو عايزه اعمل شامفر يعني زي ما انا عايزه. اهي كده ادي هنا فيلت اهي ثم سلمى ده الحقيقه دي هي اصلا ما هياش فلوس وما هياش نعمه.
يبقى حضرتك ممكن تيجي تخش على مين؟ على اصل الكتله او الشيد، ثم اجي هنا على الانتربليشن واقول له هنا ايه؟ ادابتيف. خلاص ارجع تاني على اس بي لاين. طب انت محتاج ايه تاني؟ مش محتاج حاجه، محتاج ان انا اجي على الاس بي لاين واعمل اوت لاين، اعمل لاين اوت لاين. في زيتون يا سلمى هنا، وخلي بالك لما تيجي تضغطي على الاوت لاين ما تدوسيش على الاسهم، لو حبيت تدوس عليها تدوسي وتفضلي دايسه وتحركي، شايفه؟ لكن ما تدوسيش كليك، هينفع هيتعمل كليك بس هيجيبها لك زيرو، وممكن تعملي هنا اوت لاين انت مش شايفاه. اوكي فخدي بالك. ثم حاجه اعمل هنا ايه؟ اكسترود اهي، وانا جاي رافع الكتله بتاعتي دي تاني مره اعملها، حته السيجمنت دي انا مش واخد بالي اهي، انزل كده ادي الاماونت اهي، واروح رافع قيمه الدور 3 متر او عزا كذا دور زي ما انت عايز. طيب هتفضل عندك مشكله، الدرو او السطوح ده عامله ازاي؟ هرجع لاس بي لاين ثم وهعمل كوبي للي جوه. ايوه شفت، واروح طالع بيه نص بعدين ديتاش. ليه بقى ديتاش؟ عشان حضرتك تفصليه، عشان اتحرك بيه لوحده براحتي. جدع برافو عليك. طيب حاجه هنا اهو لوحد الاوبجكت الثاني اهو، واجي اعمل له اكسترود. اكسترود اهي، وادي له هنا ثيكنس او تخانه اهي، واجي اروح جاي هنا بالسناب، واروح جاي واخد الشكل ده كده، واروح جاي مركب. اقفل السناب، او ممكن رايت كليك على موف واخلي ده زيرو، عشان يبقى دي الارضيه بتاعت البيت او المبنى. ثم اجي بالري تمام، واطلع قيمه الادوار لو انت في عندك دور اثنين ثلاثه زي ما انت عايز، او حتى السطوح او الدرو. الموضوع كده يا جماعه سهل؟ في مشكله ولا حد يحب عيد تاني؟ لا سهل. جرب... اه جربوه ولو لا كده تمام يا دكتور. جربوه ولو كده عيدوا 1000 مره ما يهمكوش، بس جربوه وخلي احتياجك هو اللي يدلك على الامر اللي انت تختاره، مش مساله حفظ. يلا جربوا ورجعوا اللي خلص يبعت. بص انا هاجي هنا في الفرونت، انا هعمل ارش تاني يا ميا، وهاجي هنا كده بالسناب، وهاجي هنا يا بيان هاخد سناب 2 دي، وهاخد جريد بوينتس وفرت، وهاجي اخد ريكتانجل. طبعا انت عينك بتبقى على الجريد في الارض، ثم هبتدي امشي كده اهي، برضك عينك على الجريد في الارض، ثم هاجي هنا كده موديفاي، واجي اعمل هنا اديت اس بي لاين اهي، وهاجي اعمل هنا اتاتش اهي، واروح واخد الاوبجكت خلاص. طب هفصص ازاي او هشيل الزوايد ازاي؟ حضرتك هاجي هنا كده اس بي لاين زي ما حكى كان ده بلان مثلا زي اللي احنا عملناه من شويه. هاجي تاخد هنا بوليان اهي عندك واحده، وهاجي هطرح بوليان، واروح واخد الثانيه طرح خلاص. يبقى انا كده مش بوفر ايه موضوع الويل. هاجي تاني واروح جاي هنا واخد سيركل، واجي هنا بسناب، واروح جاي واخد جريد بوينتس وفيرتكس اهي، فيرتكس قصدي وميد بوينت، اروح واخد دي كده لحد هي الخطوات. همسك اصل الكتله اللي هي كده كده اصلا فيها ايديت اس بي لاين، مش هطلب الامر تاني ولا حاجه، وحركه تيجي تاخد هنا اتاتش، هتيجي اخد السيركل اهي، حاجه هنا سيجمنتس، اروح جاي هنا مطير النقط دي كده اطيرها يعني دكتور. السيجمنت السيجمنتس عشان اطير الزوايد دي. اما احنا ما ينفعش نعملهم في ينفع اعملهم ترم بس سيجمنتس اسهل. همسك البوينت دي كده واروح جاي عاملها هنا ايه اكيد ايه ويل. انا لاحظت ان الشكل ده ما هوش في موس، ترجع حضرتك لاصل الشكل اهو وقتي كده، وحضرتك تيجي تقول له هنا ده حضرتك هتيجي هنا على فيرتكس، امسك البوينت اللي هي دي، هاجي كليك يمين عليها، حولها انا كورنر بوينت كورنر. خلصت، انا ممكن اجي هنا كده اروح جاي اعمل هنا اكسترود ادي كده. طب بعد ما جيت عملت هنا اكسترود هعمل ايه؟ هاجي هنا على سيجمنتس، واجي هاخد نسخه من اللي جوه، وهاجي هنا شيفت، واروح واخد ثلاثة. خلي بالك انا خدت سيجمنتس، خدت سيجمنتس ما خدتش اس بي لاين، لان اس بي لاين هياخد لي نسخه من الشكل كله، انا عايز السيجمنت. حضرتك هتيجي تقول له هنا ديتاتش، افصلي دي كده يا سلمى عن ايه؟ عن الاوبجكت الثاني، هاجي اس بي لاين، همسك دي، وهاجي اقول له ديتاتش افصل، اللي بيتكتك هيتوه. طب هعمل ايه بعد كده؟ حضرتك هتاخد النسخه الثانيه، وحضرتك هتيجي هنا اس بي لاين، وحضرتك هتيجي تقول له هنا اوت لاين اهو، واروح جاي اعمل اوت لاين ثم اروح اعمل هنا اكسترود، واجي اروح جاي مديلها درجه لون ابيض، ثم اجيب السناب واروح جاي مركب دي على
وازود قيمه الايه التكنس او الشفت اللي هو. اعتقد كده بقى اسهل من المره اللي فاتت صح تفكيرا حتى صح. ياخد كم ثانيه ده طول بس طيب ياخد كم ثانيه عمال يا جماعه ده لو ما حدش قال انا هقول دقيقه لا يعني شويه كده علشان احنا بس ما كام ثانيه لا كام ثانيه انت عندك ماكسيمم تايم ليك 60 ثانيه فكام ثانيه من 60 60 خلاص يلا 60 ثانيه على العداد بالظبط واحسب على الموبايل معلش يا دكتور ممكن مره ثانيه اخر مره ولا ايوه اخر مره يعني كاخر كاخر مره وان شاء الله نبدا مره ثانيه طيب يعني عيدها من اول وجديد صح معلش سامحني لا لا مش حاجه بص تعالي حضرتك هنا كده حاجه هنا كده وهشتغلها بالراحه حاجه هنا ريكتانجل حاجه بالسناب 2 دي حاجه اخد جريد بوينتس وفيرتكس واهم عينك بيان على مين على الجريد اللي في الارض واجي بردك اعمل تاني على الجريد اللي في الارض واجي اعمل تاني سيركل من هنا لحد هنا طب ثم حط السناب ده انا مش محتاجه حاجه هنا موديفاي يا مي واجي هنا اقول له هنا ايدت سبلاين اهي يا ساره اول حاجه اللي هو ايه امر لو سمحت ان انت بتقولي له لو سمحت خد لي ده وخد لي ده يبقى تحت ايه ايدت سبلاين وممكن اعدل فيه طب انت عايز تعمل ايه بعد كده عايز اروح اعمل ترم ثم حاجه على اس بي لاين وادي ترم وهاخد الزوايا ده ثم حاجه هنا فيرتكس همسك البوينت وهي عامل هنا ويل حاجه للنقطه دي لليمين اخليها كورنر الشكل دي ما هوش سموث تطلع على السيركل وحضرتك تيجي هنا انترفيشن وخليه هنا ادب ارجع الاس بي لاين تاني عايز نسخه من اللي جوه سيجمنت اروح ماسك دولك كده وهاجي هنا كده شاف واروح طالع بيه نسخه اهي طيب ثم افصلهم ازاي بقى هي عبد الرحمن حضرتك تيجي تمسك دي ادي اس بي لاين عشان عبد الرحمن هنا معايا ولا لا وحضرتك تيجي تقول له ديتاتش افصل دي عندي طب بعد ما عملت انت ديتاتش خلاص كل واحده حضرتك تقدر تعمل لها الاكسترود اللي بتوصلها هاجي اعمل كده اكسترود اهي اي الحق طلعت فيها ايه كويس ان حصلت المشكله دي هتشوف اللي حصل تعالى هنا فيرتكس امسك البوينتس كده كلها واقول له هنا مين كورنر لا ويلد هتعملها ويلد بص كده هو انا عاملها قصدي يعني بس يعني امسك دي كده حاجه هنا كده فيرتكس اس بي لاين واروح جاي هنا عامل اوت لاين بصي كده اهي اندو اعمل الاوت لاين لجوه واجي ثم اروح اعمل هنا اكسترود اهي واجي اديها لون مختلف اهي وحضرتك هتيجي هنا بالسناب اهي رايت كليك وهاجي اخد ده اهي احطه هنا واديله ثيكنس اكتر حاجه وصلت؟ تمام يلا دقيقة 60 ثانية عدت يلا ومستني ابعتوا لي يخلص يبعت طيب احنا خدنا يا جماعة ان احنا نروح نرسم شكل السكشن كورنيش صح؟ خدناها؟ يعني مش هشرحها لا اللي هي اللي حضرتك لسه ما وريها لنا دلوقتي دي خدناها بالاول بتاعت النهارده لا الكورنيش ما كانت حضرتك ما شرحتش الاستيب قوي قد ما حضرتك بعتها لنا في الاخر لا احنا غير ان احنا نقدر نعملها بالحاجات اللي خدناها يعني تنفع برضك انتوا ماشيين على النهج سلمى يعني ماشي احنا فعلا خدناها ماشي بص هي نفس الكونسيبت هو هو انت حضرتك هتيجي هنا تاخد جريد بوينتس اوفر حلو وخلي بالك موضوع السناب ده ان هو في الغالب عندكم فيه مشكله يعني خدوا بالكم وانتم شغالين بيه هاجي اخد لاين وهمشي كده عندي على الجريد دي وخلي بالك من اللي انا بقوله وهمشي اروح عامل هنا السنون دي هي السنون دي كده بالحب لا عندك عارف مديوله كل مديوله من دي مقاسها كام او بتظبطها عشان تعرف انت المقاس بتاعتك ماشيه ازاي كده اهي واجي عامل هنا ار اهو اهي
كده. طيب هعمل ايه بعد كده؟ تفتكروا هعمل ايه؟ فيلتس غالبا. ليه؟ فيلتس. فيلت؟ لا والله. ويل؟ لا ولا بوليان. مش انت المفروض توحدي الاشكال دي كلها، مش دي عباره عن اشكال منفصله. يعني لازم امسك اي شكل. لا ولا جروب. لازم اعمل اتاتش. يا جدع برافو عليك. اي بس بعد اتاتش اوتوماتيك لازم تعملي ايه؟ فيرتكس. ايوه ويل. اللي هي عامله لكم مشاكل بقى اللي هي دي. بس في اللي تمام كده انت ايه؟ كده انت في السيف سايد. عايز اروح امسك البوينت دي كلها وافلتها، انا ما عنديش مانع ممكن اعمل لها فلت. وخلي بالكم النقط اللي بتخش ببعضها ساعه الفلت، بص كده عشان النقط الخضراء دي، بص المفروض انا بحاول اعملها غلط بس مش عايز تيجي، بس لما تلاقي فيه لما النقط تخش ببعضها بتضرب بتاع سيرفس. المهم انت بعد ما خلصت السكشن ده في زيتونه مهمه قوي، البيفوت ده لازم يبقى جاي هنا على الانترسكشن ده عشان يبقى مظبوط معاك لما تيجي تركبه على حاجه. يعني هاجي اخد دي كده اهي واشاور بالسناب اهي واروح اعمل كده. طيب ثم انا هاجي اخد الشكل ده كده كذا نسخه عشان انت هتعمله زي كده بالظبط. يعني تعالوا بقى نطبق اول شكل من ضمن الاشكال دي كده اهو. ممكن ده كتودي، ممكن اروح اجي هنا من موديفاي واجي اقول له هنا اكسترود لو سمحت يحول الشكل عندي 3 دي، تطلع كورنيشه كده كده. هتشايفها؟ ايوه كورنيشه ولا مش كورنيشه؟ تمام. طيب الشكل الثاني ده مثلا باللي احنا جربناه المره اللي فاتت يا مي، عايز ادوس حرف ال اللي هو امر ليس اللي هو بيلف لك الاوبجكت حوالين نفسه. تمام. وطبعا متاح لي ان انا ازود سيجمنتس او اقللها. واتكلمنا المره اللي فاتت دي ممكن تنفع قاعده شمعدان، ممكن تبقى عباره عن اللي تبقى في السقف الحيطه، ممكن تبقى قرص السفره وانت ديكور مثلا. طب تمام. في ايه تاني؟ ممكن اروح جاي هنا عامل باث اهو كده وهعمل مشكله برضه. ادي البلان بتاعك اهو بتاع ريسبشن. خدت بالك اهو شايف المشكله اللي حصلت ولا حد لسه مش متخيله؟ في حد شايف المشكله ولا كمل؟ بس هو احنا ممكن نعيد عملنا دي تاني جدع. السكيل انهي سكيل بقى؟ لما الناس بتعمل ايه؟ بتروح رسمة السكشن بتاع الكورنيشه تروح عامله بلان قبل. لا يا فندم انت عندك السكشن الكورنيشه ده حاجه 20 سم ويمكن اقل بكتير، والبلان نفسه ده بيبقى بالمتر. فيروح هو عامل ايه؟ ويقعد يداوي الغلط بغلط. اجي هنا سويب زي ما احنا خدنا يا مي المره اللي فاتت، واجي هنا يا بيان اروح جاي قايل له هنا بيك، واجي يا لما اروح دايس وان كليك. يا نهار اسود تلاقي ان انت عندك الاوضه كلها قربت كورنيشه. يروح صاحب الموضوع عامل ايه؟ يروح جاي للسكشن اللي هو عامله، وطبعا اياك ان انت تروح تلغي السكشن، روح اخفي السكاشن اللي كنت عامله. يروح جاي عامل ايه هنا يا عبد الرحمن؟ يروح جاي عامل كده. يقوم لا لازم ندوس اس بي لاين الاول. جدع. تروح انت لازم تيجي هنا على اس بي لاين، بس خدي بالك انت كل ده انت بتداوي الغلط بغلط. فاهماني؟ طب ايه هو الصح اللي انا اعمله؟ ان انت يكون عندك السكشن ليه مقاسه والبلان ليه مقاسه من البدايه. خدي بالك بس ان اتزنقتي خلاص انت عندك الحل. ما اتزنقتيش خلاص. يعني انت يكون انت عارفه ان البلان بتاعك بيبقى كذا متر كذا متر. حتى نسبه وتناسب ما بين طول وعرض الشكل. شايفه؟ امسك الباث واجي هنا موديفاي واجي اقول له هنا اس دبليو سويب اهي. واجي اقول له هنا يوز واجي اقول له هنا بيك واروح واخد السكشن بتاعي. تقوم الدنيا طالعه مظبوط. يقوم انت جوه امر سويب حابه ان انت تروحي تعملي مثلا ميرور يبقى جوه براحتك. عايزه يبقى لفوق زي ما تحبي. شايفه؟ الباز بتاعك بقى يا عبد الرحمن ده قصدي السكشن بتاعك ده زي عينيك تاخد بالك منه. اوعى تلغيه. حلو؟ مش فاهم يعني ايه هو ايه المحبه يعني اللي تخليك تحتفظ بالسكشن زي كده. هقول لك ابسط الموضوع ان انت لو حبيت تعدل فيه عشان يتعدل في الكورنيش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي الكورنيشه بتاعتك اهي. وده السكشن بتاعك اهو. ممكن اجي كده سيجمنتس واروح جاي ماسك الشكل اللي هو ده كده واقول له دي ليه؟ عشان ممكن اجي هنا اس بي لاين وحضرتك تيجي هنا وكده مثلا اقول له ميرور بس ميرور مع كوبي. اهي يروح عامل نسخه. بص اللي بيحصل اصلا في الكورنيش عامل ازاي؟ اوتوماتيك عشان هي متاخده انستنس لو حد فاكر. اجي هنا بالسناب اروح واخد دي كده اهي. ثم امسك هنا فيرتكس اروح ماسك دي كده يا بيان واقول له هنا ويل. الله دي ظبطت. النقطه دي ملهاش لازمه اقول له دي ليه. ظبطت ازاي يعني؟ اقلب كده وروح اعمل لها هنا ميرور جوه امر سويت اهي. بص كده
واعمل لها هنا ميرور زي ما احنا عملنا من شويه اهو. بص شكلها بقت عامله ازاي، شايفها؟ هو عم سويب ده بيعمل ايه اللي هو بيركب سكشن على باص. طب انت عندك يونت من ضمن اليونتس اللي هي دي، انا ممكن اجي هنا كده واجي هنا سيجمنت. وممكن سؤال قولي، هو انا لو كان في حد هنا عنده مشكله ان هو بعد ما بيعمل سيلكت الفيرتيسز ويعمل ويلد بس برضو بيبقى في حته مفتوحه، بس هو كوماند الويلد مثلا ما طلعلوش ايرور ولا اي حاجه، فاعرف يعني ولا في وسيله ان انت تعرفي مش هتفاجئ بيها لما تيجي تعملي اكسترود تطلع اوت لاين. فعشان كده بقول لك دايما خلي بالكم موضوع السناب حاجه رهيبه يعني، هي مش صعبه بس انت خدي بالك منها. بس الفكره لما يكون كروس سكشن كبير زي ده انا اعرف منين اني نقطه بقى المفتوحه، يعني هقعد ادور هجري وراه. اه بالظبط، عشان كده قلت لك دايما خلي بالك شغل جوه الكاد بيضمن لك الكلام ده البولي لاين. لو حد تاكيدا لما انا قلت جيت قلت الشوط المره اللي فاتت ينفع تتعمل هنا، اه ينفع، بس اقعد دوري بقى على النقطه المفتوحه. يعني انا بالنسبه لي اسهل ان انا ارسم من اول احسن ان انا اقعد ادور. دي اللي هي الكارنيش اللي هي الفيوتك اللي هي بتبقى سيكشن بس، مش عارف حد عارفها اه ولا لا. ممكن اجي لدي كده واقول له مثلا لو سمحت، اه طب انا ممكن اخد دي كده، اخد دولك كده اهو ديليت، واقول له لو سمحت اديني هنا اوت لاين اهو، يعني اجي هنا جوه اتس لاين اقول له هنا كده اوت لاين اهي، واجي اقول له هنا ليه اهو. ما تنفعش واحده تضاعف لما تيجي تخلي هنا اللفه بتاعتها تبقى 180 درجه مثلا. ينفع صعد جوه لايت؟ فالافكار عندك كتير. حلو، انا عايز منكم الوقت تعملوا سيكشن وتجربوا لي الحاجات دي وتبقى طب نتناقش فيه احسن. طيب احسن بدل ما نعملها؟ اه يا ريت. طب الرجل دي تعمل ازاي؟ اللي هي الستانلس دي ممكن يبان، بس خدي بالك عليه بان. اه بس خدي بالك دايما انت دايما بتفكري في حدود ان الفيرتكس تقلليها. يعني انت هتروحي ممكن ارسمه واعمل له زي اللي هو الريندرنج اللي احنا خدناه اللي فاتت، اللي هو رندر وسيركل وايد بولي. والله يا سلمى اديك درجتين كمان النهارده، ايه حكايه الدرجات اللي عماله تخر عليكم النهارده؟ اي حاجه اعمله هنا كورنر ريديس اهو. جين سلمى؟ طيب واجي اقول له هنا نيبلز ريندر وادي له تكنيك اهو. خلص مش كده اسهل؟ بص عدد الفيرسيس كام؟ زيرو. ماشي، ايه تاني؟ طب هو انا كان عندي، هو انا لما حاجه اعمل له بقى موف او حاجه هتعمل له موف عادي ولا عادي؟ لا عادي خالص عادي. اوكي. طب الشكل ده الترابيزه دي هتعمل ازاي؟ ممكن نفس الحاجه برضو لاين بس هيبقى ريكتانجلر بدل ريدي. والله يعني بص انا عايزكم جدا واحبكم جدا، دماغكم لما بتنور الدنيا بتبقى حلوه قوي يعني. بص انا هاجي هنا كده بالقرصه واروح عامل دي كده. طب ثم حركه تيجي هنا كده وتروح انت جايه عامله لها هنا فلت. طيب امسك البرتيز دي كده واروح عامل دي كده. بس استنى، ده انت عندك الشكل ده مضعضع في العمليه كده اوتوماتيك، ما تستناش. هتيجي هنا يا عبد الرحمن وتروح انت جاي قايل لو سمحت انتربريشن ادابت بلسون ثم ريندرنج ريكتانجلر اهو، واجي اقول له انيبل ريندر نيبل في 4، واجي ازود الثيكنس اهو وازود الويت اهو. طيب ايه رايك كده؟ ده اسهل من البند بكثير. بص عدد الفيرسيس عندك كام يا فندم؟ زيرو. شايفه؟ يبقى انا كده صنعت حاجه اسهل وفي نفس الوقت وفرت عدد السيجمنت. طب تمام، تعال نروح للصوره تاني. الكنبه دي، او بلاش نمسك كنبه، ناخد الشكل ده. ده يتعمل ازاي؟ نفس الحاجه، هي نفس الطريقه كلها ميرور مثلا. هي المكتبه بقى هي اللي هنعملها ازاي؟ دي داخله على تي على طول. ها بص انت عندك ادي الشكل اهو، واجي هنا سيركل، واجي هنا بسناب 2 دي. وخلي بالكوا يا مي ماشي، ما انت هنا مع حضرتك حضرتك تيجي هنا تعملي طبعا قافل سناب ده انا مش محتاجها، وحضرتك تيجي تقول له هنا اديت سبلاين اهي،
واجي اقول له هنا اتاتش اهي واروح واخد دي كده. ثم اجي هنا سيجمنت اروح ماسك دي كده اقول له دي. ثم امسك البوينت دي كده كلها وهجي اقول له ويلد المغلفات 10 سم دي كتير قوي الستاند بتاعها 5 4 او العكس. حلو واجي اقول له هنا ويلد اهي بص يا سلمى. طيب ثم اروح جاي هنا كده واخد البلع ده سيجمنت جديد. ثم هاجي هنا اس بي لاين مش محتاج بقى يعني انت ممكن تخش على اصل السيركل تاني وتيجي هنا ريندرنج انيبل ريندر دي 4 واعمل انا عملته مش كده اسهل؟ كام فيرتكس بقى؟ ولا اي حاجه زيرو زيرو فيرتكس. يبقى انت وانت بتشتغل انا عايزك دايما تحطي في اعتبارك ايه ان انت تقللي عدد ايه في ستاتيك او تخفيها خالص لو ده. طيب كده بس سهله؟ اعمل ايه؟ برضه كروس سكشن. اوكي اعمل كروس سكشن ازاي؟ هنرسم لاين لاين وفي سيركل وفي ارك وفي كذا حاجه. ماشي اديت سبلاين وهاجي هنا كده ادي سيجمنت اروح ماشي ماسك دي كده ودي. ثم هتحتاجي بقى من هنا يا سلمى ان انت تاخدي هنا 2 دي جريد بوينتس وفيرتكس مش محتاج الجريد بوينتس كمان حاجه اخد فيرتكس بس واكيد انت هتحتاج الارث عشان اجي اخد من جوه ايد سبلاين كريت لاين واخد نقطه وامشي كده اجري دي كده واروح ماشي كده. ثم ما ننساش بقى صحفتنا اللي هي مين؟ ويلد ويلد اهي ويلد خلاص بعد ما اعملها هاجي هنا اس بي لاين. طب هو انا ممكن اعملها اوت لاين؟ اعملها اوت لاين اهي وادي التكنيك بتاعها. ثم هتيجي تروح انت جايه عامله اكسترود اكسترود جدع والاكسترود حدي له هنا قيمه معلومه بالنسبه لك عشان لما تيجي تعملي هنا بين او اعمل لها سويب او اعمل لها سويب يعني سواء كده او كده. بصي ادي الشكل اهو واجي اقول له هنا كده اهم حاجه سيجمنت واجي اقول له هنا بند اهو وادي له مثلا هنا ماينس 90 اهي. ثم اجي ادي له احط له هنا قيمه مش عارف هتطلع كام بقى احنا مش رسمناها من الاول بالمقاسات تقريبا القيمه احنا رسمناها كبيره قوي اهي شايفها كده اسهل؟ ايه تاني؟ دي سهله متهيألي لسه عاملينها من شويه كرسي تفضل بقى معانا دي اعملها ازاي؟ انت بتتكلم على المرايه ولا المكتبه؟ لا المرايه سهله بس المكتبه هي طيب المكتبه تقريبا هنعمل اللي هو الروتيت انجل بس هي المشكله في المكتبه حاجه يعني لما انت هتيجي تبص للمكتبه انت هتاخديها دايره بس الدايره لما تيجي تعمل لها اوفست هتبقى فيها مشكله. طب انا ابتديها ازاي؟ يعني البدايه تكون ايه؟ اقولها بس ازود تاسك دي؟ لا لا ليه؟ يعني تاسك واحد بس اهو نقدر نتصرف خلاص جماعه نقدر نتصرف صح؟ الا قادرين ادي احنا شجاع هنتصرف يا دكتور وادي بلان هنحاول فيها هنرسمه على الماكس هنرسمه على الكاد اهو وادي الروف كمان فحاجه محترمه يعني حاجه قوي يعني هنتصرف هنحاول فيها هنتصرف خلاص الزيتونه بتاعتها هتلاقيها هي عباره عن شكل 2 دي اللي هي عباره عن دونت حد فاكر؟ طيب بعد ما تيجي تعملي الدونت هنمشي بقى نفس القصه عندك يا سلمى ريت سبلاين واجي امسك السيجمنت اهي اقول له جريب هاجي هنا فيرتكس واروح جاي راسم بالسناب طبعا اروح جاي واخد من هنا فيرتكس اهي وارسم من جوه كريت لاين شايف وحذاري من موضوع السناب يا مي ربنا يستر بصي حاجه هنا فيرتكس واجي اقول له هنا ويل تفتكروا ان انا هعمل ايه بعد كده؟ المفروض ان انا هروتيت لا هي المشكله مش في روتيشن هي المشكله دي انت هتخليها 3 دي ازاي؟ عادي ممكن من رندرنج برضو
النيبلرينج لا لا نعمل اكسترود مش هتنفع، وحتى الاوتلاين مش هتنفع. الحل الوحيد اللي هينفع اللي سلمى قالته، ان هاجي اقول له هنا اعمل لها النيبلرينج خليها ريكتانجلر، يبقى انا وفرت في عدد الفيرتكس وفي نفس الوقت التكنس ما فيهوش اي مشكله. شايفه؟ طب اللاينز اللي في النص حاجه كده لاين، واجي هنا بالسناب اهو من هنا شايفه؟ واخد لحد هنا كده. طب عايز اكرره، حركه تيجي هنا بالبيفوت واجي اروح جاي واخد السناب، هما 2 دي حاجه هنا، هاخد بيفوت بس اهو، وهمسك صاحبنا ده كده من هنا هيراركي افكتيف واشاور على البيفوت ده. ثم يا سلمى حضرتك هتيجي هنا كده روتيت، بقى ده هيلف معاك كده، حدد له انجل بزاويه وشيفت واروح اعمل دي كده النسخ اللي انت عايزها. هو انا ما ينفعش اعمل كده جوه الاس بي لاين اللي انا اوريدي عامله بيه المكتبه؟ التكرار لا. ايه ده يعني ما ينفعش امسك السيجمنت، امسك السيجمنت ده اللي هو فيرتيكال ده واعمل له روتيت؟ مش هيرضى؟ هيرضى بس هيبقى واحد بس. انت عايزه كذا واحد، مش تقعدي تلتزمي حته حته. مش هيرضى شيفت وروتيت زي ما انا عملت هنا؟ هينفع، هينفع شيفت وروتيت بس هيعملك اوبجكت واحد. اوكي تمام. خدتي بالك؟ عايزه تخليهم كلهم اتاتش لبعضهم، عشان لو انت جيتي بعد كده عايزه تعدلي في الثيكنس ده يبقى لوحده وكل واحد لوحده، يبقى تخليهم منفصلين، عايزاهم كلهم مربوطين مع بعضهم زي ما انت. اوكي. بالتالي كده بقت اسهل، صح؟ اعتقد كده وجب عليكم الامتحان الزياده، صح؟ دكتور احنا قلنا هنتصرف. يعني انت اللي اتبرعت من عندك وحليت، شيل بقى، صح؟ عامة مش مشكلة. طب ده هيتبعت لي انت طيب؟ مش عارف. بكرة الصبح؟ كده ها؟ لا احنا ندخل ننام بقى. ممكن اخرنا بكرة بالليل مثلا. اوكي. انا مستني بس هو أهم حاجة، معنى أهم حاجة التفاصيل. يعني شوفك كل اللي موجود عندك ده أساسي تعمله. بس ما تنساش التفاصيل الصغننة اللي هي ملهاش لازمة بالنسبة لبعض الناس، هي دي اللي بتحيي الشط. حد شايف؟ حد شايف الكتب؟ الاكسسوارز اللي هي اللي موجوده. اتفقنا؟ طب دكتور والله دي انا عاملها؟ لا احنا ما خدناش لايت، انا بتكلم على المودرنج. خلي بالكوا يعني النصيحه كالاتي، ده لو نمت وده ما اتعملش كل اللي احنا قلناه ده اتبخر. ده لازم يتعمل النهارده. حلو؟ طب ما حدش قال لي اخر حاجه بقى، ده هيتعمل ازاي؟ الالوان دي هتعمل ازاي؟ الالوان اللي هي بتاعت الحيطان. هي فين سلمى؟ كنت بتتكلم من شويه. لا موجوده بس ما اعرفش. لا بفكر سوا، مع صوت عالي احنا كلنا سوا. هو يعني بالنسبه لي مفيش حل غير ان انا اقعد اعمل حيطه على كذا بوينت، بس ده مش صح يعني. لا بس ده صح. لان انت عندك ما عندكيش الا حلين. يا اما هتعملهم كذا جزء كموديلنج، او لما نيجي ناخد الماتيريال انا هدي اي دي لجزء جزء من اجزاء الحيطه وفتفوته فتفوته وادي لها ماتيريال اللون اللي انا عايزه. بس احنا ما خدناش ماتيريال، خدت بالك؟ فاحنا ايه الحل اللي بالنسبه لنا اللي موجود؟ ان انا جيت رسمت هنا شيب، والشيب ده انا هروح اعمله هنا كده يا سلمى اوت لاين. وبعد ما تعمل اوت لاين اروح اعمله هنا اكسترود. كده وادي له الثيكنس اللي انا عايزه، دي لونها ايه، دي هتكون لونها اخضر ماشي. ثم هتيجي هنا اهو كده، وهاجي هنا ده 3 دي، واروح جاي واخد من هنا شيفت، هاخد منها الفيرتكس فقط، واجي هنا يا مي شيفت، اروح واخد اختها اللي فوق مالها، اروح جاي مقلل الثيكنس بتاعي خليه مثلا هنا 10 حاجه رفنها قوي، واغير درجه اللون تبقى كذا. اللي انت عملتيه ده هو ده، هتيجي هنا اهو يا سلمى، اروح واخد دي كده اهي واروح طالع بيها نقطه. شايفه؟ عايزه كام نسخه؟ كذا نسخه. احنا تقريبا ضيعنا الجراي، هرجع تاني كده اندو واروح اعمل زوم كده ونكبر دي كده شويه نشوف هي في راحت فين مثلا. دي اتخانقت ثلاثه صغنونه كده مثلا. همسك الاثنين دول كده اهو، وهنا شيفت واروح واخد دي كده. عايز كام نسخه؟ كذا واحده. طب انت عملت ايه؟ الشكل ده انت هتعمل فيه ايه؟ كل اللي انت هتيجي تعمله ان انت هتيجي تاخد اللي هي اللي في النص دولت كنترول اهو، واجدلهم هنا لون ابيض.
بص العمليه اللي بتعمل ازاي. اهم حاجه يا سلمى ان انت تروحي انت ماسكه الشكل اللي انت عملتيه ده وتعملي سقف ارضيه. ان احنا لما نيجي ناخد اللايت اهم حاجه ان انت سقف ارضيه يكون متقفلين 4/4، ما تدخليش فار، ما تدخليش نقطه، عشان اقدر اتحكم في الايه، في البوينت اللي جايه لي، وابقى عارف تسريب النور جاي منين. المقصود ان انت ما فيش اي كتله ترسميها لما تكون متقسمه متقفله 4/4 وسقف ارضيه. يبقى حتى لو فيها شبابيك ابقى انا عارف الشبابيك دي فين ومكانها منين وداخل منها اضاءه دي. ادي شكل اهو، واخليه هنا زيرو. بس احنا هنكتشف بعد ما خلصتي وخلاص انت المفروض هتسلمي وهتركبي اللي جوه، ان المكان ده عامل زي يعني حاجه صغنونه قوي، انا عامله قصدي كده. خدتي بالك؟ طب ايه الحل؟ برضك حل خطا للبدايه غلط. فانت في البدايه انت معاكي مقاساتك. طب انا خلاص خلصت وعندي تسليمه كمان 5 دقائق، هخش على اله مشي وهاجي همسك الفرتيس بتاعتي اللي هي دي، خلاص، وهاجي ابتدي ان انا اروح احرك الكتله بتاعت اللي انا هشتغل جواها. حتى دي كده يا مي هبتدي ان انا اوسع لنفسي واخش جوه، شايفه؟ هتشوف حاجه؟ كده بقيت جوه. بس خدي بالك ده حل ده حل خطا، بس ده انقاذا للموقف مش اكتر. فانت البدايه تكون صح عشان تعرفي تشتغلي صح. واخد الكاب. هو ممكن حضرتك تدينا بس مقاس الاوضه دي كام في كام مثلا، او يعني ريت كده؟ اه اعمليها كانها مقاس ريسبشن عندي، وامشي مع المقاسات. ولو عندك متر ارفع المقاسات. خلاص؟ طيب اوكي. هنا السواد ده حاجه هنا من عند كلمه ستاندرد، واشيل الشادو. طب ما هو متشال. طب ولو بعدين يا لما لو هو ده متشال، معلش ارجعي هاي كواليتي تاني اختاريها، وارجعي وشيلي اللايتنج والشادو، كانك تعملي ريفرشمنت لكارت الشاشه. لو حد شايف يا عبد الرحمن الدنيا ظهرت. وتبتدي بقى الحاجات اللي احنا عملناها تحطيها جوه. وصلت؟ تمام. معلش انا عايز استاذنكم تهتموا بكل التفاصيل، فتفوته فتفوته تهتموا، ولو في اي مشكله عيدها ألف مره، مش هشرح ولا فتفوته جديده لما كل القديم يكون بيس. تمام. طب دكتور والسقف اللي فوق ده هتعمله زي الشباك وزي المرايه برضك، دايره لما تركب عليها الثاني. تمام اتفقنا؟